بقول لهم اليوم اقليميا في اقليميا قوى اقليميه مش دوليه عم بحكي، في اسرائيل والخليج العربي خليني اقول والعرب، في عنا النفوذ التركي، في عنا النفوذ الايراني. يا نحن نعمل حياد نرجع للداخل اللبناني، او نحن بدنا نقسم البلد. واليوم عم بينحكى مش فيدرالية، مش تقسيم فيدرالية، اتحاد. عم بينحكى بيكون فيدرالية بامريكا، ويقولوا انه اذا عملتوا حتى الفيدرالية انتوا انه دستور واحد، مين بده، وبعدين مين بده يسيطر على السياسة الخارجية تبعيتكم؟ لا، انتوا لازم يكونوا عندكم ثلاث دساتير حتى، لحتى لي كمان يكون في سياسات الخارجية تكون مقسمة عندكم. ويمكن شركات النفطية تفرض علينا هالشي. ولكن هل تحمل الجغرافيا اللبنانية هذا التقسيم يعني اللي عم نحكي عنه؟ هلا التداخل اللبناني ما بيحمل اذا تقسيم، بس اذا اتحاد ليش لا؟ طيب. يعني المفهوم بده شغل. هل لازم يوعوا كلهم انه في شغلتين لازم يعملوها بالعلاقات؟ ينغلقوا على المحاور، اليوم وقتها ينغلقوا عن المحاور، ينفتحوا على العلاقات الثنائية المباشرة. يعني انا بدي علاقات منيحة مع ايران، بدي علاقات منيحة مع امريكا، بس مش انا كمحور ممانع ومحور شر ومحور. يعني بتلاقي الحل هو بتطبيق الحياد طبيعي. وبالداخل اللبناني نحن مقسمين، فعلا مقسمين، مقسمونا الحرب فرز، وبعد الحرب الاداء السياسي فرز الناس. عملوا اتحاد، ما بعرف كيف بدكم تعملوه، تعملوا فيدرالية، بلشوا بشي مطرح.